والله جم اخوي فكرك بحاجه. لما كنا في شبيبه القبائل وكان المرحوم حناشي رحمه الله، كان لما كنت انت تاخر على احكيها لهم صاحبي، كنت تاخر انت على التدريبات وما يخلوكش تدرب ويخصموا لك من الشهريه تاعك. هذاك الدرهم تاع اللي يخصمهم لك حناشي وين كان يديرهم؟ كلهم برك وين كان يديرهم؟ سلام خويا، ربي يوفقك. نحيي عزدي بالمناسبه، كان يخصم لي ويعطي له ليه، كان يديهم هو عزدين، هو اللي كان يديهم. عزدين اخ كبير، نحيي بالمناسبه الاخلاق تاعو، الناس كانوا متهضر عليها. ولعبت معاه، كان لي الشرف ولعبت معاه في شبيبه القبائل، وكان معانا ثاني في المنتخب، انسان حارس ممتاز ثاني ما لازمش ننساو. بالك الناس ما تعرفش بزاف عزدين دوخة، مي باش قعد في المنتخب هذيك المدة كامل ما لعبش بزاف، مي باش قعد هذيك المدة كامل سي كان عنده مؤهلات باش كيكيب ناسيونال لي 23 كامل تلقاهم كامل ملاح. بون في لابيريود تاعو بالك مبولحي كان في النيفو، كان طوب. مي عزدين حارس ممتاز، وانا نتنبأ له يكون مدرب، المفروض نورمالمون يكون مدرب عزدين. ربي يوفقه ان شاء الله.